بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ مع بعض المحاضرة السادسة في تعليم برنامج الأوتوكاد. عايزين نرسم الرسمة اللي قدامنا ديت على الأوتوكاد، ولكن باستخدام نظام اللير اللي هي الشفافات. هنعمل لير للأكسس، لير للدوائر، لير للكاميرات، لير للأعمدة، لير للتسليح، ولير للدايمنشن. نفتح الأوتوكاد بتاعنا كده ونشوف مع بعض اللاير بتتعمل منين. يا اما من قائمة فورمات لاير، دي الايقونة بتاعتنا، او ندوس على الايقونة دي كده لاير، تبدأ تفتح لنا الشاشة بتاعت اللاير بتاعتنا وقول له نيو. هعمل اللاير الاولانية اسميها اكسس، ده الاسم، اللون نخليه احمر مثلا، نوع الخط مهوش كونتينوس، طب ما فيش انواع تانية، هقول له لود واختار من هنا الانواع التانية اللي هو سنتر 2، في سنتر وفي سنتر 2 في سنتر اكس 2، خلينا في سنتر 2 واختار من هنا سنتر 2 واقول له اوكي. دخلت اللير وليكن 3/10، يبقى انا اخترت الاسم واللون ونوع الخط والتخانة بتاعت الخط. هنعمل لير تانية اسمها بيم كاميرات، وليكن هديها اللون الابيض، وليكن هغير نوع الخط ارجعه تاني في التونيوس، واخلي التخانة بتاعتنا كبيرة سنة، وليكن 4/10. هنعمل لير تانية اسمها سيركل، الدواير اللي هتتحط عند نهاية المحاور، هديها اللون الاصفر مثلا، وطبعا هديها نفس نوع الخط كونتينيوس، نفس التخانة بتاعت الاكسس اللي هي 3/10. هنعمل لير تانية اسمها كولوم، الاعمدة، وليكن هديها اللون الاخضر ونوع الخط كونتينيوس، والتخانة بتاعتها نديها نفس التخانة بتاعت الكاميرات 4/10. هنعمل لير تانية اسمها reinforcement، تسليح، وليكن هديها اللون دوت او دوت، اي لون يعجبنا مفيش فيها مشكلة. وليكن هديها اللون التخانة 4/10 ونوع الخط كونتينيوس. وهنعمل لير تانية للدايمنشن، دايمنشن، وليكن هديها اللون اللبني ده والتخانة 4/10، مفيش فيها مشكلة، أو نقللها شوية نخليها 3/10. وأقفل. كل اللير اللي أنا عملتها دي كلها موجودة في الشاشة اللي قدامنا اللي أنا بفتحها من هنا. هجيب اللير اللي اسمها أكسس، وبأمر لاين هرسم خط في أي حتة وبأي طول، بس المهم إن هو يكون أفق. فشغلت اف 8. طبعا الخط اللي طالع ده يا جماعه واخد نفس المواصفات اللي احنا كنا معرفينها في اللير اللي اسمها اكسس، اللي هي نوع لون الخط احمر، نوع الخط سنتر، والتخانه اللي هي 3/10. ولو عايز تعرف التخانه دوس هنا على الايقونه اللي اسمها ال دبليو تي اللي هي لاين ويت، يظهر لك تخانه الخط. تمام، فامر اوفست 2 متر، هنعمل اوفست 2 متر للراجل ده. بعد كده اوفست 5 متر، وبعدين 5 متر اوفست 5 متر مرتين، ادي مره وادي مره، وفي الاخر هنعمل اوفست 2 متر. هنعرف ايه فايده ال 2 متر في الاول و 2 متر في الاخر. هنعمل نرسم خط راسي في اي مكان، بس المهم يبقى راسي، وهنعمل له اوفست 2 متر. بعد كده الاوفست ال 2 متر هيبقى 4.5، وبعدين 5.5، اوفست 4.5، بعد كده سكيب، عشان نغير مسافة الاوفست لازم نعمل سكيب، اوفست 5.5، وفي الاخر نعمل اوفست مسافة 2 متر. بأمر اكستند اعلم على الخط الرأسي ده وادوس انتر، واروح معلم على الخطوط الافقية دي كلها، يروح مددهم لنا للخط الرأسي. بأمر تريم وادوس انتر على الفاضي، وأعلم على الزيادات اللي بره دي كلها عشان أعمل لها ديليت. كده أنا ضمنت إن الخطوط ما فيهاش أي زيادات أكتر من 2 متر، فهعلم على الخطوط اللي أنا كنت عاملها على بعد 2 متر دي وهعمل لها ديليت، يبقى كده كل الخطوط بتاعتنا لها نفس الرفرف. هجيب اللير اللي اسمها سيركل، وبأمر سيركل هرسم دايرة وليكن نص قطرها نص، معايا؟
وهجيب من قائمة فورمات تكست ستايل واقول له نيو، هعرف فونت عربي واختار من هنا الفونت العربي بتاعي اللي هو اكس عرب اللي هو حرف الشين اللي قدامنا ده، واقول له ابلاي كلوز دي تي انتر كليك. الهايت بتاعنا نخليه نص، الزاوية بتاعتنا نخليها صفر، ونكتب واحد، واخد الواحد ده بامر موف من هنا احطه جوه الدايرة اهو، وبامر موف او امر كوبي هناخد كوبي من الدايرة اللي فيها الواحد واحط هنا وهنا وهنا. هو كل واحد، لا هنيجي على الواحد ده ونعمل دبل كليك ونخليه اتنين، نيجي على الواحد ده ونعمل دبل كليك ونخليه ثلاثة، وبامر كوبي هعلم على الدوائر بالكتابة اللي فيها دي كلها وامسك واحدة منهم من فوق عشان احطها تحت. نقول تاني، بامر كوبي هعلم على الدايرة بالكتابة اللي فيها واحط هنا نسخة نسخة نسخة، وهاجي على الواحد ده واعمل دبل كليك واكتب الف، هيظهر قدامي اتش بس اللي هيظهر على اللوحة الف، وهاجي على الواحد ده واعمل دبل كليك واكتب ب اللي هيظهر قدامي اف بس اللي هيظهر على الشاشة ب جيم. بامر موف نبدأ نظبط ال ب، ندخلها جوه الدايرة بالظبط، بامر موف نبدأ نظبط الجيم ندخلها جوه الدايرة بالظبط، وبامر كوبي هعلم على الدوائر دي كلها بالكتابة اللي فيها وامسك واحدة من هنا اوديها الناحية التانية. كده احنا عملنا الدوائر بتاعت، عايزين نرسم الكاميرات، هجيب اللير اللي اسمها بيم، وبامر مالتي لاين ام ال ام نظبطه الاول بقى لان احنا لسه بادئين، جي انتر زد انتر اس انتر 25% انتر، وابدا امشي على السنتر لاين بتاعي وانا مشغل اف 8 كده اهو، انا ماشي على السنتر لاين اللي انا رسمه من شويه اهو، واعمل سكيب. هجيب الامر تاني من غير ما اظبط بقى، هرسم على طول لان التظبيطات ده انا مستمره معاه، واوصل من هنا اهو لغايه هنا. طب انا عايز انضف، هاجي على الدبل كليك على المالتي لاين واختار من هنا كورنر جوينت واعلم على دي ودي، دبل كليك واختار من هنا اوبن كروس واعلم على دي ودي، مش مهم الترتيب، واعمل دبل كليك واجيب اون تي، اعلم على الويب بعدين الفلانجة، اعلم على الويب بعدين الفلانجة، اعلم على الويب بعدين الفلانجة، اعلم على الويب وبعدين الفلانجة. تمام، ادينا رسمنا الكاميرات بتاعتنا. اهم حاجة قبل ما ارسم الحاجة اجيب اللير بتاعتي، يعني انا عايز ارسم الاعمدة دلوقتي، يبقى هجيب اللير اللي اسمها كولوم، وبامر ريكتانجلر اروح جايب مستطيل علامة ات 6.25%، يبقى ده مستطيل 25/60، وبامر هاتش سوليد واروح عامل بيج بوينت جواه كده واروح الاوكي. بعد ما اعمل الهاتش وبعد ما اعمل المستطيل هاخد منه كوبي واروح عامل له روتيت، واروح ماسكه من هنا ومديله زاوية الروتيت 90 درجة. تمام، حضرتك العمود اللي هنا افقي رأسي افقي، بص كده بامر كوبي افقي امسكه من هنا عشان احطه في المكان ده، المستطيل بيتمسك من مكان معين، يعني ده كده همسكه من المنتصف عشان احطه هنا، ده كده همسكه من هنا عشان احطه هنا. تمام، الصف اللي بعديه افقي رأسي افقي بامر كوبي، ده همسكه من المنتصف عشان اتحط هنا، وده همسكه من هنا عشان يتحط هنا، والتاني همسكه من المنتصف هنا عشان يتحط هنا. تمام، هنا رأسي افقي افقي، بص حضرتك كده رأسي، يبقى هعلم على ده وامسكه من الكورنر ده عشان يتحط هنا، وبعد كده اعلم على ده وامسكه من هنا عشان يتحط هنا، واعلم على ده عشان امسكه من الكورنر ده عشان يتحط هنا. ادينا رسمنا الاعمدة بتاعتنا على اللير اللي اسمها كولو. طب عايزين نرسم التسليح، يبقى هجيب اللير اللي اسمها reinforcement وبامر لاين هرسم خط رأسي واشغل اف 8، وهرسم خط افق وبامر اوفست وليكن مسافة 1/10 للخط الافق اللي هو الحديد الرئيسي والحديد الثانوي. طب عايزين نكتب دي تي ان كليك بداية السطر، الهايت هنختاره هنا ربع،
يبقى مناسب قوي، والزاوية صفر، واروح كاتب 6 ثلاث مسافات بيرسنت بيرسنت 2 3 2 ثلاث مسافات 10 ثلاث مسافات على مسافتين ميم انتر انتر يعمل لنا 6 في 10. بأمر موف هناخد 6 في 10 دي نحطها هنا، وبأمر كوبي هناخد نسخة من الكتابة دي هنا، وبأمر روتيت أعلم عليها وأمسكها وأديها زاوية 90، وبأمر موف أخد الكتابة دي من هنا أحطها هنا. تمام؟ إيه رأيكم لو عملنا سيركل معقولة كده، وبأمر لاين مشيت على الأربع تربع بتوعها ورحت ماسح الدايرة يطلع لنا معين. بأمر كوبي هناخد نسخة من الكتابة دي وهعمل عليها دبل كليك وأعدل فيها خليها 12، يعني دي تخانة البلاطة. بأمر موف أخد ال 12 أحطها جوه المعين. يبقى أنا كده رسمت تسليح الباكية الواحدة. بأمر كوبي أعلم على التسليح ده وأخد نسخة تحت وأخد نسخة هنا وأخد نسخة هنا. آدي تسليح البلاطة بتاعتنا زي ما هو مشروح قدامنا. تمام؟ عايزين نشوف الدايمنشن ممكن نعملها ازاي. هجيب اللاير اللي اسمها دايمنشن. لو انا يا جماعه دخلت من قايمه دايمنشن لينير وقست المسافه من هنا لهنا هتطلع لنا الدايمنشن، ولكن للاسف الشديد طلع بالانجليزي، طلع اربع ارقام عشريه بعد العلامه، طلع شكلها مش ظريف. انا عايز اعدله. عشان نعدل في شكل الدايمنشن واخراجها من قايمه فورمات دايمنشن ستايل، من قايمه فورمات دايمنشن ستايل، واقول له موديفاي ونبدا نعدل. هم اربع حاجات اللي بنلعب فيها: لاين، ارو، تكست، بريمري. لو بدانا باللاين، اللاين اللي هو خط الدايمنشن نفسه، ممكن العب في لونه بدل ما هو لبني تبع اللاير ممكن اخليه اخضر مفيش فيها مشكله، والتخانه بتاعته ممكن العب فيها، والنوع بتاع الخط نفسه. تمام؟ نهايه الخط فيه حاجه اسمها اكستنشن لاين اللي هو بيحدد بدايه ونهايه كل واحد، ممكن الغيه خالص ملوش اي لازمه. الارو شكل الاسهم اللي هي نهايه الدايمنشن، ممكن اختار انا شكل تاني وليكن دوتد، ممكن اختار شكل تاني في شكل ظريف هنا اسمه اوبليك. التكست الكتابه نفسها خليها الفونت العربي اللي انا كنت معرفه من تكست ستايل. لون الكتابه وليكن اخليه لبني. ارتفاع الكتابه وليكن اخليه ربع. وبخلي الكتابه الايند يعني موازيه لخط الدايمنشن، بعلم على الاوبشن ده. البريمر يونت الدقه بتاعتنا في البرسيشن بدل ما هي 4 اصفار اخليهم 0 يعني رقمين عشرين، واقول له اوكي كلوز، اكتشف ان الدايمنشن اللي هنا متظبط. تاني بقى لو حبينا نجيب دايمنشن من قائمه دايمنشن لينير، بعمل كليك في بدايه الخط، كليك في نهايه الخط، كليك الثالثه بقى مكان الخط هيبقى فين؟ اجي هنا واروح اعمل كليك يبقى مكان الخط هنا. طب لو عملت كليك في الاول انتر على الفاضي يجيب لك الامر على طول، كليك في الاول كليك في الاخر يجيب لنا المسافه توتال. تاني يا جماعه اه انتر على الفاضي يجيب لك الامر تاني، كليك في الاول كليك في الاخر يجيب لك المسافه، انتر على الفاضي كليك في الاول كليك في الاخر واروح جاي هنا اعمل كليك، انتر على الفاضي يجيب لك الامر، كليك في الاول كليك في الاخر يجيب لك الدايمنشن بتاعك. يبقى احنا اتفقنا ان انا علشان اجيب الدايمنشن الافقيه او الراسيه من قائمه دايمنشن لينير، وعلشان اعدل الفورمات بتاعت الدايمنشن من قائمه فورمات دايمنشن ستايل، واقول له موديفاي، وبلعب في اربع حاجات: لاين، ارو، تكست، بريمري. اتفقنا؟ طيب استكمالا لموضوع الدايمنشن، استكمالا لموضوع الدايمنشن، دلوقتي لو انا عندي خط مايل وعايز اجيب طوله، للاسف دايمنشن لينير ما تقدرش تجيبه، لان اللينير بتجيب مسافات يا اما راسيه يا اما افقيه. اما لو عايز تجيب اطوال مايله دايمنشن الايند، باجي اعمل كليك في الاول كليك في الاخر يروح مطلع لنا الطول المايل. حلو جدا. طب ايه رايكم يا جماعه لو انا معايا دايره ومعايا دايره ثانيه ومعايا دايره ثالثه؟ من قايمه دايمنشن في حاجه هنا اسمها راديوس. لو انا علمت على الدايره دي يجيب لنا نص القطر بتاعها، المك بتاعتها 1.4 مللي. من قايمه دايمنشن في حاجه هنا اسمها دايمتر. لو انا علمت على الدايره دي كده يجيب لنا القطر بتاعها اللي هو الفاي 2.2 مللي. لو انا دخلت من دايمنشن في هنا حاجه اسمها سنتر مارك. لو انا علمت على الدايره يروح مدينا علامه عند مركز الدايره. تمام؟ لو انا دخلت من قايمه درو ارك 3 بوينت، لو انا عندي ارك زي ده وعايز اعرف طوله،
من قائمة دايمنشن فينا حاجة اسمها ارك لينس. لو انا علمت على الارك وعملت كليك بره كده يروح مدي لك طول الارك بتاعنا. طب لو انا معايا خط كده وخط تاني كده وعايز اعرف الزاوية اللي بينهم، من قائمة دايمنشن فينا حاجة اسمها انجيولر. انجيولر دي لو انا جبتها اعلم على الخط الاولاني واعلم على الخط التاني يروح مديك الزاوية اللي بينهم 49 درجة. طيب كل ده كلام زي الفل. زد انتر دي انتر وامسح كل ده. طيب معلش يا باشمهندس، طب انا استفدت ايه بقى من موضوع اللير؟ يعني انا رسمت الدوائر على لير، والدايمنشن على لير، والتسليح على لير، والاعمده على لير، والكاميرات على لير. دلوقتي لو انا فتحت اللير ديت وريجيت قلت للكاميرات اطفي اللمبه دي، رحت عامل عليها كليك كده راحت مطفيه، رحت عامل كليك بره، نكتشف ان اللير اللي كان اسمها بيم اختفت بكل اللي اترسم عليها. وهاجي هنا على التسليح اجي على اللمبه دي واروح طافيها واروح اعمل كليك بره، اختفت بس هي موجوده بس مخفيه. لو انا خدت كوبي وعلمت على اللي موجود قدامي بس، وخدت كوبي على جنب كده وانا مشغل اف 8 ورحت راجع تاني مشغل اللير اللي اسمها بيم واللير اللي اسمها رينفورسمنت، نكتشف ان الرسمه الاصليه زي ما هي، واكتشفنا ان احنا طلعنا لوحه جديده اسمها لوحه المحاور والاعمده. طب ايه رايكم لو انا عايز اخفي التسليح؟ هجيب اللير اللي اسمها رينفورسمنت واخفيه، واروح واخد كوبي من الرسمه دي تحت كده. طب افرضوا ان انا عايز اخفي كل حاجه ما عدا الكاميرات والاعمده، يبقى هاجي على الاكسس اطفيها، وعلى السيركل اطفيها، وعلى الدايمنشن اطفيها، واروح اعمل كليك بره. انا ماليش دعوه باي رسمه ثانيه، ليه دعوه ابص على الرسمه الاصليه، اخد كوبي من اللي هيتبقى لي من الرسمه الاصليه وارجع اشغل اللاير تاني واعمل كليك بره. ايه رايكم؟ يبقى فايده اللاير يا جماعه انها بتمكن، فايده اللاير انها بتمكننا ان احنا نرسم حاجات على شفافات، وعندنا امكانيه بعد كده ان احنا نخفيها ونظهرها في الوقت اللي احنا عايزينه عشان نستنتج كذا لوحه، لوحه المحاور والعمدان، لوحه الاساسات، لوحه التسليح وهكذا. تمام؟ يبقى احنا راجعنا تاني على اللي احنا قلناه، قلنا نظام اللاير بيجي من قائمه فورمات لاير. او الايقونه دي بسمي اللاير واديها اللون والتخانه ونوع الخط والتخانه، وهكذا بالنسبه لكل اللاير اللي انا عايز ارسمها. اجيب اللاير اللي انا عايز ارسمها ارسم عليها الاول، وبعدين ابدا ارسم بمانت لاين او بلاين او بسيركل او باي ايه طريقه. وخدنا برضو النهارده من قائمه دايمنشن لينير عشان اجيب المسافات، ولكن لو عايز اعدل في الدايمنشن من فورمات دايمنشن ستايل واقول له موديفاي وابدا اعدل في اللاين والارو والتكست والبريمري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.